تشهد أسواق التجزئة للخضر والفواكه لهيبا في الأسعار لم يعهده المواطن من قبل، مما يطرح الكثير من التساؤلات وسط حيرة المواطن الذي أدهشه الغلاء. هاك تشوفي البطاطا ب 7000، ملي كانت ب 3000 تصبحت ب 7000، لو دوبل، لو شيفر دوبلا دو فوا بليس. ما شكرش خلاص. قبل العيد ومر العيد راهي النار شعلة. والله ما مسكين ما يقدرش يربي الحاجية تاع ولادو. صراحة الله غالب. الأسعار بلغت حدا غير معقول، وعلى وجه الخصوص البطاطا التي وصلت أسعارها مستويات قياسية. المشكل كاين غير تاع الفريكو شامبر خرب. السلعية تاع هذا هو المشكل تاعها. النوفال مازالت ما وجدتش. المواطنون أجمعوا على أن مشكل النذرة مس كل المجالات، من يد عاملة في المجال الفلاحي إلى الرقابة على أسواق التجزئة وغيرها من المشاكل التي أرهقت المواطن الميلي. أنا نظن يرجع كان يقول الاحتكار، وأنا نقول اليد العاملة اللي تخدم ثاني هذه الشيئات ما كانش عند الناس، ما كاين بالك الفلاحة، نقول بالك فاريج وناقصة شوية، وزيد الموسم راه مش ممطر، ممكن بالك فيها ثاني تأثير على الأسعار. ما كاينش رقابة. كون كاينة رقابة يبيع كما يحب، ما يبيعش كما يحب. بريسيزي سي. لا موفيز جيستيون، درك أنت العام يغرس الفلاح 10000 قطار تاع بطاطا، العام الجاي يغرسوا 5000. ما كانش يعني التنسيق ما بين المديرية تاع الفلاحة والمفلاحين. الأسعار واش هو؟ حنا والفنا بالأسعار هذه. والأسعار هذه شوفوا أصحاب الجملة. فالمواطن أصبح متفرجاً في أحيان كثيرة على السلع دون مسها، فالارتفاع الجنوني في الأسعار ينهب جيبه دون أن يتحرك أحد.